نحن بمقر مجموعة التدخل والاحتياط جير 30 بالكاليتوس، واحدة من 15 مجموعة تدخل واحتياط للقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني. وحدات حفظ الأمن جير 30 تتدخل في مجموع التراب الوطني بطلب من الهيئة الإدارية والسلطات. حفظ النظام العام واستتبابه من مهام مجموعة التدخل والاحتياط جير 30. أعمال شغب اندلعت فورا، نشر الخبر عبر نظام رونيتال: مجموعة التدخل والاحتياط جير 30 على أهبة التدخل. نشئت المجموعة 30 تدخل الاحتياط بالكاليتوس بموجب القرار رقم 71/2000 بتاريخ 18/11/2000 والمكلفة بتنفيذ المهام التالية: خدمات النظام والتي تمثل في تأمين مختلف تظاهرات ثقافية والرياضية مثلا، خدمات حفظ النظام وإعادة النظام، تدعيم الوحدات الإقليمية لا نظرا لتوفر الوحدة على إمكانيات بشرية ومادية مثل وسائل حفظ النظام فردية وجماعية الخاصة بوحدات التدخل.